يعقوب عليه السلام قال آية سطرت بكتاب الله. قال لأبنائه لما ذهبوا لمصر قال فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. تصور يعقوب عليه السلام لما خاف على ابنه الثاني بنيامين قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لهذا إذا أنت خفت على أحد قلها ورددها، إذا خفت على ابنك قل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خفت على سيارتك فالله خير حافظا قالها في بنيامين، فرجع له بنيامين ويوسف. لما جاء أبناء يعقوب أخذوا بنيامين ليزدادوا كيل بعير قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، رجع يوسف وبنيامين ورفع على العرش أي يعقوب عليه السلام ودخلوا مصر آمنين بآية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لهذا إذا خفت على شيء